لا 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 هلا هلا الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكم بريم. تورس مثل كم؟ 2011. طبعا ينطبق على جميع سيارات، مو شرط يكون نوع السيارة، لكن الرجال عنده مشكلة في المساعدات وكان يشكي من يقول المساعدات، لكن لما مشيت أنا معه شعرت إن في رجة أو حركة ما هي بسيطة في العضلات، فلما شيكنا لف بالكفر بس بس. تعال يا بلال، حمد حمد يا بي ارفع 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 عن اي. لما جينا حركنا الكفر عشان نشوف شيك على الفرنجة، طلعت الفرنجة سليمة، لكن المشكلة في الذراع الداخلي بس. تعال بالله لف هناك بالله، حرك الكفر، شوف الكفر يلعب بقوة. المشكلة من الذراع الداخلي حق الدركسون، طبعا في ذراع هنا هذا سليم، هذا الذراع سليم، المشكلة الذراع الداخلي اللي يركب في مجموعة الدركسون، شوف يلعب بقوة، هذا يعطيك رجة ما هي بسيطة. طبعا الكفر الثاني ما فشل، لكن المشكلة من المساعدات، فبعض الرجة تكون احيانا من الذراع الداخلي، وسبق ان طرحناه على التاهو اليوكن وبعض السيارات.